رغم ما تسخر به الجزائر من مناطق ومناظر طبيعية تؤهلها أن تكون وجهة سياحية بامتياز، إلا أن واقع السياحة في الجزائر يثبت عكس ذلك، بدليل نزوح الجزائريين لبعض الدول المجاورة في كل موسم سياحي. فما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ الجزائر مقارنة بالمتاحات والطاقات التي تتميز بها من الطبيعة والمناخ ممتازة، لكن هذه المؤهلات ليست مستغلة كما يجب. من بينها على سبيل المثال الفنادق، الحاضرة الفندقية في الجزائر غير كافية، حاجة أخرى أنها غير كافية، وكذلك الخدمات التي تقدمها مقارنة بالجيران خدمات متوسطة، ولا نقول مقارنة بالجيران ضعيفة يعني جدا. أغلب الفنادق نصيبوا سعر على مستوى السنة كاملة، يعني مام الجزائري مقارنة بالدخل الفردي نتاعو ما يقدرش يقضي العطلة نتاعو في الجزائر. بالنسبة لبعض المهتمين في القطاع، فإن بقاء الجزائر حبيسة الثروة الطاقوية وعدم خلق صناعة سياحية هو ما أدى إلى واقع الحال بالسياحة في الجزائر. كنا في 25 سنة كنا نقولوا على 40 سنة على 50 سنة نولي ونشوفوا السياحة الأولى هي تجيب مداخل، يعني العملة الصعبة، وبعدين تجي الفلاحة، وفي آخر درجة تجي يعني البترول والمنتوجات هذه من البترول. فلازمنا نتوعاو. هي الأغلبية احنا واش نشوفوا الصيف ربيع، مي كاين كين بازيو باغ اكزومبل الترماليزم، السياحة الحموية ما تحتاجش صيف ربيع، بالعكس تحتاج شتاء وخريف، طول العام كاين سياحه، مش شرط صيف ربيع. الى خدمنا السائح الجزائري يعني بصفه عامه، هي تكون القاعده الصحيحه والحقيقيه لجلب السواح الاجانب. ورغم تباين وجهات النظر حول الاسباب الحقيقيه وراء تردي القطاع، الاكيد ان النهوض بالسياحه هو مسؤوليه جميع الاطراف الفاعله في هذا الميدان. لما نتكلموا على السياحة وترقية السياحة والترويج لها، لازم تبدأ من المستوى الأرضي ونطلع معه، يعني لازم المواطن يكون عنده ثقافة سياحية. المؤسسة الفندقية ولا الوكالة لما يقدم لك منتوج لازم يكون حسب الشيء اللي يتكلم عليه. احنا نوضوا بقطاع السياحة في الجزائر، لازم نوضوا بقطاع النقل، نوضوا بقطاع البيئة، ونوضوا بقطاع الصحة والأمن، جميع القطاعات مشاركة في هذا القطاع. وبالنظر إلى أهمية هذا القطاع الذي يعد في كثير من الدول من بين أهم الدعائم الاقتصادية، فإن الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعطاء هذا القطاع حقه كأحد البدائل الرئيسية لجلب العملة الصعبة خارج المحروقات.